اهلا بحضراتكم من جديد. نروح بقى لفقرتنا، فقره اخبار الناشئين في الصحف والمواقع، وهنبتديها مع اهلي 2003 بقياده الكابتن سيد غريب اللي ماشي بنتائج كويسه، فاز المباراه السابقه على الجونه. وهنشوف اول خبر عندنا، اهلي 2003 يفوز على الجونه بثلاثيه في بطوله الجمهوريه. احرز اهداف الاهلي كريم عثمان، ميدو نبيل اضاف الهدف الثاني من ركله الجزاء، والهدف الثالث ميدو اسامه. كابتن سيد غريب ايضا قال احنا قدمنا اداء مميز امام الجونه، وهدفنا استعاده صداره بطوله الجمهوريه. دلوقتي انبي في المركز الاول فرق نقطتين 38، والاهلي في المركز الثاني 36 فرق نقطتين. ان شاء الله كل التوفيق للاعيبه 2003 في المباريات القادمه. نروح بقى لنتائج الجوله ال 17 لدوري الجمهوريه للناشئين 2003. نتائج الجوله هنشوف مصر مقصه فاز على البنك الاهلي 1-0، الزمالك فاز 3-0 على سيراميكا كليوباترا، بيراميدز فاز 3-1 على طلائع الجيش، الاهلي ايضا ثلاثيه 3-1 على الجونه، فيوتشر 2-1 على المقاولين، فاركو 1-0 على غاز المحله، التعادل السلبي انبي مع الاسماعيلي 0-0، والتعادل الايجابي سموحه مع المصري 1-1، والتعادل السلبي الشرقيه الدخان مع الاتحاد السكندري 0-0. دي نتائج الجوله ال 17. نروح بقى الاهلي 2005 بقياده الكابتن شريف عبد الفضيل، تعادلوا تعادل سلبي مع الشرقيه للدخان في المباراه السابقه. كان الاهلي تقدم في الدقيقه 48 عن طريق سيف الطيب، وتعادل الشرقيه للدخان في الدقيقه 71. كل التوفيق للمباريات القادمه ل 2005، ان دوري 2005 دوري قوي، فمحتاجينهم ان شاء الله يدخلوا المنافسه بشكل كبير. نروح ل 2007. اهلي 2007 يفوز على غزل المحله بسداسيه نظيفه في بطوله الجمهوريه في ملاعب الناشئين بمدينه نصر. جاءت سداسيه الاهلي عن طريق مصطفى بهجت هدفان وتاحه هدفان، ويوسف عبد القوي ومحمد طه هدف واحد لكل منهما. نسيب الاهلي ونروح بقى لمنتخبنا، منتخب الناشئين. ما شاء الله عندنا 8 لعيبه في منتخب مصر الناشئين بقياده الكابتن محمد وهبه. منتخب الناشئين متواجد في الامارات، هيلعب ماتشين ان شاء الله. الثمان لاعبين زي ما احنا شايفين قدام حضراتكم، 8 لاعبين من الاهلي في منتخب الناشئين. عمر كامل حارس مرمى، ومن هنا بنطمن على حراسه المرمى في النادي الاهلي عندنا 20 30 سنه قدام. عمر كامل مواليد 2006 حراسه المرمى. عمر سيد معوض جناح مهاجم ما شاء الله لعيب رائع. ابراهيم عادل خط وسط، وابراهيم اخو حسام عادل بيلعب ايضا مهاجم. يوسف اسلام خط وسط، هشام مصطفى خط وسط ايضا لعيب مميز، وعندنا احمد محمد عابدين ما شاء الله مدافع يعني واعد، ان شاء الله هنشوفه في المستقبل في صفوف النادي الاهلي الفريق الاول، وايضا كمان شبه بدر بنون احمد محمد عابدين في ستايل لعبه. حسام عادل ده ايضا التوأم بقى بتاع ابراهيم عادل وبيلعب مهاجم، وعمار وليد جناح ايسر برضه ما شاء الله لعيب هداف من هدافي في فرقه النادي الاهلي، وايضا هداف دوري 2006. نروح بقى لايضا منتخب الناشئين واستدعاءات الكابتن محمد وهبه. بدا يستدعي المحترفين اللعيبه المميزه اللي خارج مصر. هنشوف الخبر اللي عندنا اللي بعد كده، نجم ليفربول واربع محترفين يزينون قائمة منتخب مصر للناشئين لمواجهة الإمارات. كابتن محمد وهبة قرر هيستدعي لعيبة محترفة بعد ما استدعى 30 لاعب فيهم 5 لاعيبة. أول واحد تيبو جابرييل ده بيلعب في هوفنهايم الألماني. كريم أحمد بيلعب في ليفربول الإنجليزي. سليم طلب هيرتا برلين الألماني، وإبراهيم حجازي رايو فايكانو الأسباني، وأمير صالح أوتريخت الهولندي. النهارده دي خطوه مهمه جدا من الكابتن محمد وهبه علشان يبدا يحط عينه على اللعيبه المميزه. شفنا الجامعه التونسيه او الاتحاد التونسي بدا يشوف اللعيبه المواهب اللي عنده اللي بيحملوا ايضا كمان جنسيه مزدوجه، وبدا يسلط الضوء عليهم ويجيب اللعيبه دي وتلعب مع المنتخب الاول. دي خطوه مهمه جدا من الاتحاد المصري دلوقتي، وخطوه مهمه جدا من الكابتن محمد وهبه اللي بدا يستدعي اللعيبه دي يشوفها في التدريبات، ودلوقتي موجود معاه في القايمه ان شاء الله في مباراه الامارات اللي هيلعبه بكره وبعد بكره ويوم الجمعه القادم ماتشين ان شاء الله. فدي خبرات كويسه، دي خطوه مهمه بنتمنى فيها التوفيق للكابتن محمد وهبه والجهاز الفني. الخبر اللي بعد كده ايضا منتخب الناشئين، ده مختص بمنتخب الناشئين مواليد 2006 في الامارات لخوض مباراتين وديتين. منتخب الناشئين هيلعب ان شاء الله يوم 16 ويوم 18 الاربعاء والجمعه.
ماتشات مهمه وماتشات فيها خبرات مهمه جدا. الاحتكاك الدولي مهم قبل اول مباراه رسميه ممكن يلعبها المنتخب، على الاقل يكون لعب له 10 ماتشات، 15 ماتش، 20 ماتش دولي. ده هيديهم تقل في الملعب، يديهم خبرات. الاحتكاك الدولي مهم جدا، فكل التوفيق للكابتن محمد وهبه ولاعبي منتخب مصر للناشئين.